أخبار اليوم. السيسي خلال زيارة التدريبات الصباحية لطلبة الأكاديمية، وحضر الرئيس مع الطلبة طابور اللياقة البدنية. وكان في استقبال الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار واللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. كما تفقد الرئيس السيسي مراحل الإعداد البدني والمهاري لطلبة الكلية. كما اطمأن الرئيس على برامج التدريب والكفاءة البدنية التي يؤهل بها طلبة الكلية. وأشاد الرئيس السيسي بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة بالنفس العالية للطلبة من كل السنوات الدراسية باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لبناء حماة الجبهة الداخلية وقدرتهم على تنفيذ المهام الصعبة المكلفين بها تحت أصعب الظروف.